هذا الطفل، هذه الطفلة، هذا الولد، هذه البنت، النفس تضغط عليهم من جانب، الأهواء تضغط عليهم من جانب، الأجواء المحيطة تضغط عليهم من جانب آخر. كيف ينجون في هذا الجو الموبوء؟ أنا أتوقع أنه يكونون متدينين، هذا غلط. أنا أتوقع أن يكونوا صالحين. كثير من الآباء عندهم حسن ظن بأبنائهم، حسن الظن جيد، ولكن الأب والأم يجب أن تكون لهما دور الرقابة على هؤلاء الأولاد.